الآية هكذا كانت: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت، ولكنهم حذفوها. فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية، لكن تدري السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم يندونوا للقرآن، السلطة كان موقفهم ضد آل محمد، في طبيعي ما يصرف لهم هذه الكلمة يخلوها. صار ما صار. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.